الله. عندما توفيت خديجة يقول جابر رضي الله عنه: حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا حتى خشينا عليه، حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشكال في هذا؟ هل هذا ضعف؟ لا، هذه رقة. ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاغ على بهذه الرقة. وربنا هو القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان إذا ذبح الذبيحة ووزعها يقول: ابعثوا هذه إلى صاحبات خديجة. تقول عائشة: في يوم من الأيام أغضبته وقلت له: خديجة خديجة خديجة. تقول خديجة فقال لها: إني رزقت حبها. نعم، وكيف لا، وهي التي أعانته في الضراء قبل السراء، أعانته في الشدائد عندما كان جو حالكا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ورزقت منها الولد. هذه هي خديجة، وهذه هي مكانتها، نعم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.